بص الرايح اقف في العباسيه عشان ما يصحش ان الجيش يمشي والبلد تضيع او ياخدها اي حد من الحراميه. نرجع للماضي تاني، لا احنا عايزين الجيش ما يمشيش الا لما يسلمها مدني، فلازم نروح نقف جنب الجيش في العباسيه. بس لما يكون الراجل اللي احنا بنقول عليه محترم الطنطاوي يروح يجيب واحد حرامي يمسكه رئيس وزراء تاني، يبقى اذا في ان هنا لازم نفكر ليه رئيس الوزراء ده جاي. الراجل اللي كان ساكت زمان ها وما قالش على عيوب النظام، وبعد النظام ما اتحبس برضه ساكت عشان الميزه بتاعته انه ساكت، هم جايبينه. الراجل دوت عمل الخصخصه ورمى الناس في الشارع، الدليل اهو صورنا. ها وقمنا ضد قضية اهو، والقضية دي لازالت شغالة بقال من 2006 لغاية الآن، وموجودة في نيابة الأموال العامة تحت رقم 800 على 2011. المجلس العسكري احنا مش يمسك البلد يسلمها، احنا بنقول يبقى موجود لغاية ما يسلم تسليم، يسلمها المدنية. امتي امتى المفروض كانت؟ احنا بقالنا قد ايه على الثورة؟ بقالنا شوف كم 10 شهور 10 اشهر، كان من 4 شهور. كان المفروض ده اتخذ اجراءات حاسمه. وخلي بالك الغلط اللي وقع فيه حسني مبارك بيقع فيه برضه المشير. ليه؟ حسني مبارك لو جه قبل التنحي بتاعه بشهر وقال انا شلت وزاره نظيف اللي هي سرقت الناس وبهدلت الناس، كانت الناس سكتت وما اتكلمتش مع حسني وقالت له خليك في الحكم. انما هو سكوته هو اللي ايه؟ فضحه. نفس الطريقه سكوت المشير هيفضحه. كل واحد عنده غلط وبيسكت هيتفضح. الشعب مش هيسكت، الشعب دلوقتي عامل زي القنبله ممكن ينفجر تاني في اي وقت. اوعى تفكر حكايه محمد محمود ولا تحرير ولا دي هتبقى مذبحه في مصر كلها.